السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غادي نخليكم مع واحد الفيديو اللي هو رائع جدا، خصوصا الكلام على ثلاثه اللاعبين مغاربه، لاعبين محبوبين عند الجماهير، خصوصا عادل تعرابت واشرف حكيمي ويوسف نصيري. يوسف نصيري اللي سجل ثلاثه الاهداف مع الفريق ديالو في البطوله وهدف اليوروب ليغ، يعني من انتقالات الشتويه دابا سجل اربعه ديال الاهداف اللي هي نتيجه ايجابيه ليه. وفي حوار حصري مع عادل تعرابت والنصيحة اللي كيعطيها للمنتخب المغربي وكيبغاهم يعولوا على لاعبين الشباب اللي كيتسناو غير شي فرصة، يعني بحال قصد اللاعبين ديال البطولة، صراحة كلام رائع في المستوى. وأشرف حكيمي المستويات اللي قدمها مع بروسيا دورتموند ونصيحة ليه، يعني اختار الفريق المناسب، يعني إذا كان غيرجع ريال مدريد خصو يتأكد من نفسه واش غادي يلعب رسمي أو لا، كما قال المحلل التونسي بأن خصوصا الدوري الإسباني دائما ما كيعتمدوا على اللاعبين الإسبانيين فيهم هذه القضيه هذه، ونكون اكيد يعني يجيو شي فرق كبيره ان شاء الله تبغي دي اشرف حكيمي. مش ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، ما تبخلوش علينا كيف ديما بلايك. كان معكم اخوكم انوار برو. اصدقائي ديالي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو الرائع، ما قليل الا نقولكم تهلاو لي براسكم بزاف، كنتمنى ان شاء الله تشوفوا شي فيديو احسن من هذا. كيف بعدا كان معكم اخوكم انوار برو، ما تنساوش تشجعونا كيف ديما، اللايك ديالكم مهم بالنسبه لي.